الاتصال اللي بعده ام فارس. السلام عليكم. الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك. الحمد لله، اتفضلي. معلش كنت عايز اسالك بس حاجه، انا عندي حاجه في رجلي اليمين ده، لا استني لما شويه ببقى صاحيه شويه، من النوم لا او لو استني، قعدت وقمت بوجع والم جامد قوي في رجلي. لا استني بالراحه يعني، احنا مش انت سامعها يا بيه؟ يا دكتور لا اللي هي اتكلمي، التليفون بعد عنها. اتكلمي بالراحه وشوفي مكان تاني للتليفون عشان حاضر يا الصوت يجي دكتور، حاضر. صعب. بقول لحضرتك انا عندي كعب رجلي اليمين، كعب رجلك اليمين، اوكي. لما ابدا قاعده في الارض شويه او نايمه او صاحيه من النوم ما بقدرش ادوس عليه. طيب يعني طول ما انت نايمه مفيش مشكله، اما تيجي تقفي لا ما تقدريش تدوس عليه، او صح؟ لما بمشي كتير برضه مفيش مشكله، المشكله كلها لما ببقى نايمه او لو قعدت كتير، انا بحكم شغلي ببقى قاعده كتير، انا باجي اقوم كده ما بقدرش ادوس عليه. طيب موضع الالم فين بتاع رجلك اليمين؟ في كعب رجلي يا دكتور، كعب رجلي بالظبط. الملامس للارض ولا الكعب من ورا؟ لا لا، الملامس في الارض يا دكتور، الملامس في طيب الارض. هنحتاج نعمل أشعة عادية، الفيلم ما يزيدش عن 15 جنيه ولا حاجة، 20 جنيه تعمليه، عشان بيبقى فيه هنا شوكة عظمية. سنك كام سنة؟ انا 40 سنة يا دكتور، انا 40 طيب ألف سنة. سلامة، اتفضلي تسمع من التلفزيون. شكرا شكرا أم فارس. هو احنا ممكن ندي الأول علاج، فممكن ندي مثلا زي لوريك 300 مللي جرام كل يوم حباية، ده لو هو اليوريك تمام. أسيد اللي بيعمل كده. في حالة إن مش هتكون يوريك أسيد، ما خفتش عليه بعدها ب 10 15 يوم، تبدأ حضرتك تعمل الأشعة اللي أنا قلت عليها، تقول له عشان الشوكة العظمية بتاع الأشعة، فيلم كده هيبقى 15 20 جنيه يعني. تمام. وتبلغنا إن شاء وتتصل الله. تاني بس إن شاء تاخد الله. الزيرورك من دلوقتي 300 مللي جرام حباية كل يوم قبل الفطار بنص ساعة كده مع كوباية مية. تمام.